الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك. أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على حبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، يا أيها الناس، ضرب مثل فاستمعوا له. راجل أعمال خارج كل يوم بيخرج وراه صفقات عظيمة جدا، من صفقة لصفقة لصفقة، ما بيستريحش. في يوم خرج من صفقة لصفقة لصفقة، عنده سفرية مهمة جدا يعمل فيها صفقة كبيرة جدا، وهو على الطريق حصلت حادثة مروعة. في ثواني طلبوا الإسعاف، الإسعاف جه فورا، لازم يتنقل المستشفى حالا، يتنقل المستشفى، ياخدوا قرار فوري، لازم يدخل أوضة العناية المركزة في ثواني، لازم عشان يتلحق يدخل أوضة العناية المركزة، يتصلوا بأهله، يتصلوا بالناس، أهله يجوا بسرعة، عايزين نشوفه. ممنوع، ممنوع ليه؟ حياته في خطر. ده أنا ابنه، ده أنا بنته، ده أنا مراته، ده أنا أبوه، ده أنا أمه. ممنوع ليه؟ حياته في خطر. يجي أصحاب الصفقات، ده أنا بينه وبينه صفقة بمليون جنيه، ده أنا بينه وبينه صفقة بعشر مليون جنيه. ممنوع ليه؟ حياته في خطر. يجي السكرتارية بتاعته، ده فيه مواعيد خطيرة جدا بينه وبين وزراء، بينه وبين قيادات عليا، ازاي؟ ممنوع ليه؟ حياته في خطر. طول ما حياته في خطر ممنوع اي شيء، لغاية ما الخطر يزول عنه. انت كده وانت كده، قلبك في خطر، دينك في خطر، صلتك بالله في خطر، صحيفتك في خطر، كمية الذنوب اللي اتراكمت على قلوبنا بتخلي قلوبنا في خطر، اخرتنا في خطر. احنا يا جماعة محتاجين اسعاف على وجه السرعة، احنا يا جماعة محتاجين عناية مركزة على وجه السرعة، الامة كلها محتاجة رمضان على وجه السرعة، رمضان على وجه السرعة، العناية المركزة الربانية اللي ربنا ادهلنا في خلال من 20 ساعة ل30 ساعة. رمضان جاي يا جماعة، في خلال ساعات، اللي عاد بيننا وبين رمضان عاد ساعات، ما عادش أيام أصلا. ممكن بكرة المغرب يبقى أول ليلة في رمضان بإذن الله سبحانه وتعالى. خلاص أصبحنا في وضع في غاية الخطورة. هندخل رمضان إزاي؟ هنستفيد من رمضان إزاي؟ مريض العناية المركزة بيدخل إزاي؟ في غيبوبة، مش فايق، تايه، مش حاسس بحاجة، بيدخل تحت العناية المركزة، يخرج ماشي على رجليه، قادر يواجه الحياة، قادر يشتغل، قادر ينتج. إحنا الوقت غيبوبة المعاصي لسه لفة قلوبنا. عشان كده يا اخوانا احنا محتاجين رمضان. يا ترى هنخرج من رمضان ازاي؟ هنخرج منه زي ما دخلناه، ولا هنخرج فايقين؟ هنخرج بعد هذه العناية الربانية المركزة، يا ترى واحوالنا ايه؟ رمضان على وجه السرعة. انا عايز انبهك ان كل حاجة الوقت في حياتنا في خطر، انت صحيفتك في خطر، انت اخرتك في خطر. انتوا عارفين يا جماعة رمضان يعني جنة او نار يا جماعة؟ جنة او نار، بس هو ده رمضان في كلمتين، جنة او نار. لما جبريل يقول للرسول عليه الصلاة والسلام من ادرك رمضان فلم يغفر له، ابعده الله، ابعده في النار، ابعده في النار. زي ان رمضان ده يا يدخلك الجنه يا تدخل النار والعياذ بالله، يبقى القضيه في غايه الخطوره بقى. عشان كده ولله في كل ليله عتقاء من النار. يعني ايه عتقاء من النار؟ يعني يجي في القبر بتاعه عمل ذنوب، الذنوب تحيط بين الاربع جهات، خلاص قبره هيتحول الى تابوت جمر عليه في هذه اللحظه. فياتي رمضان يقول لا، ممنوع من الجهات الاربعه. ليه؟ ده عتق من النار بسبب مره رمضان اجتهد فيه. يجي واحد على الصراط، اللي قدامه واللي وراه بتطلع ألسنة لهب تتقاذفهم وتقذفهم في قاع جهنم، في لسان لهب جاي عليه، خلاص ليه؟ عمل ذنوب تستحقه انه ينزل. يجي رمضان لا، يرجعه تاني. ليه؟ لانه اعتق من ألسنة اللهب دي بسبب مرة اجتهد فيا. يجي وهو بيعرض على الله، ينظر عن يمينه فلا يرى الا ما قدم، شماله لا يرى الا ما قدم، بين يديه لا يرى الا النار. خلاص هيعمل ايه؟ هيقع في النار بسبب ذنوبه؟ لا، يجي رمضان حجاب بينه وبين النار، ده اجتهد فيا، ده اعتق من النار بسببي. يجي في العرض على النار، والخلائق كلها معروضه على النار، ولفح جهنم رهيب بيشوي الوجوه لواحه للبشر، بتلوحهم، بتشوي جلودهم ووجوههم والعياذ بالله. يجي هو هيتعرض للحر ده، يجي رمضان يحجبه. ليه؟ لانه مره اجتهد في رمضان. ليه ما يبقاش ده رمضان بتاع حياتنا كلها يا جماعه؟ ليه ما يبقاش رمضان ده اللي هنعتق فيه يا جماعه؟ ليه ما يبقاش رمضان ده على وجه السرعه اللي هيجي ينقذ اخرتنا؟ اخرتك في خطر، خد بالك. وما يغني عنه ماله اذا تردى، مشهد التردي الرهيب لما الواحد شافه مره في فيلم من الافلام، لما جه صقر وحط يعني غزال تحت جناحيه او ظبي تحت جناحيه من قمه جبل، رفعه وسابه، الظبي قعد يقع، وكل ما يقع على صخره عظمه يتكسر، جمجمته تتكسر، ضلوعه تتكسر، لغايه ما نزل في سفح الجبل جثه هامده وليمه للصقر جاهزه. خلاص ليه؟ هو ده التردي، السقوط من على جبل مع التحطم والعياذ بالله. هيغني عن الانسان ايه الكسل اللي كسر؟
كسروا، عايزين ننشط، عايزين ننشط رجالة، عايزين ننشط يا أمة محمد، عايزين رمضان ده يغير حياتنا ويغير حياة الأمة، عايزين رمضان على وجه السرعة فعلا عناية مركزة لأمة محمد كلها، للمليار و400 مليون مسلم اللي على وجه الأرض يدخلوا العناية دول يخرجوا غير ما دخلوا خالص. يا جماعة انتوا عارفين يعني ايه جنة؟ عارفين يعني ايه وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب؟ عارفين ليه ربنا بيفتح لنا باب الجنة في رمضان؟ عشان تعسى للجنة وأنت تراها كأنك ترى الجنة. هي قدامك 30 يوم، ميشن امبوسيبل، لا المهمة ممكنة بإذن الله يا جماعة، المهمة مش مستحيلة، الصراط اهو، هتقدر تعبر على الصراط وتجري على باب الجنة في خلال 30 يوم توصل ولا لا؟ أعظم قصر في العالم اهو، الباب بتاعه مفتوح اهو، 30 يوم يا رجالة، اللي هيطلع يجري وهيلحق باب القصر قبل ما يتقفل بعد 30 يوم هياخد القصر لنفسه، مين اللي يجري وياخد قصور الجنة اللي بابها مفتوحة، وأنهار الجنة اللي أبوابها مفتوحة، وروضات الجنة اللي أبوابها مفتوحة، مين يلحق كنوز الجنة قبل ما الباب يتقفل؟ مين يلحق كنوز الجنة قبل ما الموضوع ينتهي؟ مين يلحق كنوز الجنة قبل ما رمضان يخلص و30 يوم يخلصهم؟ ربنا بيشوقنا اهو، الجنة مفتوحة قدامكم شايفينها، يلا اجروا بقى، اجروا انتوا كلكم شوق اليها. كان في بلد مثل من الامثلة، بلد من البلاد، وكانوا بيعينوا والي عليهم، بس كان لهم شرط ان الوالي اللي هيتعين هيتعين سنتين بس، وبعد السنتين هيضطرد بره البلد، يفتحوا الباب ومع السلامة. طب ده بره البلد دي في صحراء ملناش دعوه، في غابات ملناش دعوه، في وحوش ملناش دعوه، اللي هيرضى يمسك مركز الوالي ملناش دعوه بيه بعد السنتين، بس هو ممكن طول ما هو في السنتين. كل ما يجي واحد فجاه بعد سنتين يهجموا عليه، ايه خلاص انت هتطلع بره، طب انا ما استعدتش ملناش دعوه، طب سيبونا استعد للخروج بره انا ملناش دعوه، طب انا ما لحقتش ملناش دعوه، احنا ادناك السنتين وانت كنت ممكن في البلد. لغايه ما مره من المرات ما حدش رضى ان هو يتولى الولايه في البلد، ما حدش رضى وبقت ازمه وما حدش رضى يتقدم وكله خايف، طب نعمل ايه؟ ويطلع شاب من الشباب يقول انا همسك ولايه البلد. هتمسكها ازاي؟ انت عارف بعد سنتين هيحصل ايه؟ عارف. ويمسك ولاية البلد، ومن اول ليلة كل الناس تنام وهو ما ينامش، يجمع كل المهندسين وكل البنايين اللي في الولاية ويأمرهم انهم يحفروا نفق من جوه البلد لبراها، وكل ليلة ياخدهم الناس تنام وهو ما ينامش، يسهر يشتغل، يقعدوا برا، النهاردة يبنوا روضة جديدة برا، بكرة يخرجوا من النفق ويبنوا عمارة جديدة برا، بعده يخرجوا من النفق ويبنوا قصر جديد برا، لغاية ما خلى برا المدينة دي جنة، جنة أحسن من المدينة مليون مرة. بعد سنتين جم عليه فجأة، يلا، قال لهم انتوا اتأخرتوا ليه؟ ده أنا مستنيكم من زمان، أنا ما نمتش واستنيكم من زمان واستعديت لكم. أول ما فتحوا باب المدينة يقولوا له بالسلامة، لقوا مدينة أروع مليون مرة من المدينة بتاعتهم. عارفين النفق ده يا جماعة؟ النفق ده اللي لازم نحفره عشان الآخرة، عشان لما نخرج الآخرة ما نلاقيش غابات ونلاقي صحراء قاحلة، لا نخرج الآخرة نلاقي جنة أعظم من الدنيا. الراجل ده اشتغل وانتبه وعمل القنطرة اللي بين الدنيا والآخرة. هنحفر النفق في رمضان يا رجالة، هنحفر النفق في رمضان وهنفضل نبني في رمضان عشان نروح للآخرة نلاقي الآخرة جنة أعظم من الدنيا مليون مرة وأعظم كمان. هنحفر النفق في رمضان، رمضان هو النفق، يا ترى هنقدر نجتهد ولا لا؟ هنقدر نشتغل ولا لا؟ يا ترى بعد 30 يوم لما ربنا ينادي على اللي هينادوا من أبواب الجنة الثمانية هتبقى منهم؟ يا ترى بعد 30 يوم لما ربنا ينادي على أول زمرة هتدخل الجنة على هيئة القمر ليلة البدر، انت هتبقى منهم؟ يا ترى يا جماعة هنبقى من الفائزين بالمقامات العلى من الجنة ولا لا بعد المسابقة دهيت؟ خدوا بالكم يا شباب، رمضان جنة ونار، جنة ونار، احنا في خطر، صحفتنا في خطر، نار، النار يعني تخيل على بعد. لا، الحديث بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النار اشتكت لربنا، يا رب اكل بعضي بعضا. الواحد وقف قدام الحديث ده، اكل بعضي بعضا يعني اكل بعض؟ انا اعرف ان النار تاكل خشب، النار تاكل حجر، بس النار تاكل نار، النار من شدتها تاكل نار. ويا رب ده لسه في الدنيا، يا رب ده النار لسه ما سعرتش يوم القيامه التسعير الاعظم، ده النار لسه في الدنيا ما شد الاخره، ما يش بقوه النار بتاعت جهنم الشديده في الاخره. اذا كان من الوقت اكل بعضها بعض، امال بعد كده يحصل ايه؟ يا جماعه احنا عايزين ننتبه، ده الوقت اللي بيجي له ضربه شمس من الشمس وهي على بعد 93 مليون ميل بيموت فيها، امال النار وهي بتلوح الناس والعياذ بالله والشمس على بعد ميل، الناس هتعمل ايه يوم القيامه؟ يجب ان احنا ننتبه. يبقى انت اخرتك في خطر، ورمضان على وجه السرعه جاي عشان ينقذ اخرتك، صحيفتك في خطر، انت عارف كم ذنب لغايه الوقت اتكتب في صحيفتك؟ انت عارفه كم نكته سودا لغايه الوقت اتطبعت على قلبك بسبب الذنوب؟ انتوا عارفين كم جبل ذنوب لغايه الوقت مكتوب علينا يا جماعه؟ احنا محتاجين رمضان على وجه السرعه فعلا، فعلا. عارفين كلمه رمضان يعني ايه؟
رمضان جايه من الرمضاء، الرمضاء الحر الحارق اللي الصخره بتبقى مولعه تحط رجلك عليها رجلك تتحرق، لان رمضان بيحرق الذنوب، رمضان بيحرق الذنوب من الصحيفه. يبقى احنا محتاجين رمضان على وجه السرعه. انت قلبك في خطر، قلبك في خطر، النكت السوداء اللي على القلب دي هي خلاص يا جماعه، كفايه ذنوب لغايه دلوقتي. انت لو سبت فازه في مكانها 3 ايام من غير ما تلمعها بيجي عليها التراب. قلبك لو ما شغلتوش في الطاعه هيجي عليه الران، حتى لو ما عملتش معصيه الران اللي على قلوبنا ده هيروح ازاي؟ احنا قلوبنا في خطر. الراجل اللي اتحط له بطاقه فيها لا اله الا الله في كافه الحسنات طيشت 99 سجل سيئات، الراجل ده كان قلبه فيه ايه وهو بيقول لا اله الا الله؟ قلبك فيه ايه وانت بتسجد لربنا؟ قلبك فيه ايه وانت بتقرا القران؟ قلبك هيبقى فيه ايه وانت صايمه؟ قلبك هيبقى حالته ايه وانت واقف في التراويح؟ قلبك احنا عايشين ليه؟ احنا عايشين عشان الجنه. اهي ربنا جابها لنا اهو في ال 30 يوم دول، احنا عايشين عشان ننجو من النار اهو، ربنا جاب لنا الشهر اللي هننجو فيه من النار باذن الله، احنا عايشين عشان نبقى من السابقين والفائزين اهو، الفرصه اتفتحت اهي. كل احلام حياتنا لو عملنا دراسه جدوى ملخصه في الشهر ده. يلا يا رجاله عايزين السنه دي نبقى قتله رمضان. يعني ايه قتله رمضان؟ ايه قتيل رمضان ديت؟ البراء ابن مالك في غزوه اليمامه لما الحصن اتقفل في حديقه الموت، 40,000 مرتد جوه الحصن ولازم الحصن يتفتح، البراء قال لهم انا اعمل ايه؟ ارموني من فوق الباب، ادخل جوه وسط المرتدين افتح لكم الباب. ازاي يا براء؟ الباب ده لازم يتفتح، انا قتيل الباب النهارده، قتيله، هيتفتح يعني هيتفتح حتى لو على جثتي. انا عايزك تبقى قتيل نفسك في رمضان السنه دي، لازم هيتفتح يعني هيتفتح باذن الله، لازم هتنقل يعني هتنقل، لازم هتغير يعني هتغير، لازم ايماني هيزيد يعني هيزيد، لازم رمضان ده هيبقى نقله حياتي، لازم رمضان ده هيبقى وجه على وجه السرعه اللي جاي يغير حياتي، يفوقني، يوقظني، حتى لو هبقى قتيل رمضان السنه دي. احد السلف كان بيقول اذا اتيتم ولم تجدوني في الصف الاول في الصلاه فاطلبوني في المقابر. يعني ايه؟ يعني مش هيمنعني عن الصف الاول الا الموت. قول كده، لو ما لقيتونيش في التراويح اطلبوني في المقابر، لو ما لقيتونيش في التهجد اطلبوني في المقابر، لو ما لقيتونيش في جلسات الضحى اطلبوني في المقابر، انا مش هيحول بيني وبين رمضان غير الموت، انا قتيل نفسي السنه دي، انا قتيل السنه دي ان انا انجو، لازم ننجو يا جماعه، لازم نفوق، لازم نستيقظ بقى يا جماعه، ازاي؟ ازاي وصلونا للدرجه دي؟ الواحد بيمشي في الشارع بيبقى عقله يحصل فيه حاجه، ازاي وصلوا شبابنا للدرجه دي؟ وصلوا ابائنا للدرجه دي ازاي؟ ازاي وصلوا شبابنا؟ ازاي؟ انك تيجي تكلمه في الدين يقول لك انت متطرف، الدين بقى تطرف، وصلونا لدرجه ان البنات بقوا بيقولوا على الدين تطرف، والشباب بقوا بيعتبروا الدين قيود، وصلونا لدرجه ان الشاب يتكلمه في الدين يقول لك طب اضمن منين ان انا ابقى سعيد؟ يعني انت خايف من ربنا؟ وصلونا لدرجه انك تقول للشاب يتوب يقول لك مش قادر، ما احناش قادرين ننفذ كلام مولانا وربنا سبحانه وتعالى. ازاي؟ ازاي خرجوا المشاهد دي؟ ازاي دي بقى مجتمع المسلمين؟ ودي نوادي المسلمين؟ وديت اعلام المسلمين؟ ازاي يا جماعه؟ ازاي وصلنا للدرجه دي؟ ازاي وصلنا لدرجه ان شريط الاغاني بقى اغلى من شريط الدين؟ علبه السجاير اغلى من شروط الدين، ازازه الزيت اغلى من شروط الدين، كيس السكر اغلى من شروط الدين، اي دنيا بقت اغلى من الدين عندنا، الدين بقى ارخص حاجه وابسط حاجه واكتر حاجه الناس تهدى فيها، واقل حاجه من الدنيا بقت هي اغلى حاجه. ازاي؟ ازاي ضحكوا علينا للدرجه دي؟ ازاي الشيطان مسخ قلوبنا للدرجه دي؟ عايزين نفوق، عايزين رمضان على وجه السرعه يفوق الامه كلها، يوقظ الامه كلها، ينقل الامه كلها اعظم نقله في حياتها. قتيل نفسي السنه دي في رمضان، قتلها. السلف كانوا قبل رمضان بست شهور يقولوا يا رب بلغنا رمضان، بعده بست شهور يقولوا يا رب تقبل منا رمضان. يعني ايه؟ يعني بيبقى عندك 12 عين تشغل 11 منهم خدامين لواحد، معناها الواحد ده ايه؟ شوفي بقى الواحد ده يبقى ايه؟ ده امل حياتك. اهو كذلك يا جماعه، اهو رمضان ده كان عندهم امل حياتهم كلها، مشغلين الشهور كلها خدامين لرمضان. يعني رمضان ده احنا قتل، يعني مش هنسيب احتمال واحد في المليون ان رمضان ده ما يقبلش باذن الله سبحانه وتعالى. عايزين رمضان على وجه السرعه، احنا في خطر، امتنا في خطر يا جماعه، امتنا في خطر. احنا لما تيجي تشوف دلوقتي احوال الفقراء والمساكين، الناس اللي بترمي اللحمه في الزباله، امتنا في خطر. احوالنا ايه؟ كنت لسه بتكلم مع احدى نساء الفضليات، جمعيه خيريه، الاحوال بتاعه الفقراء دلوقتي وصلت لدرجه ايه؟ واحد راح احد الجمعيات
قال لي يعني السيده الفاضله اللي قائمه على الجمعيه، قال لا انا النهارده اي حد فقير هيجي لك حقق له رغبته، شوف يتمنى ايه وانا حققه له، انا معايا فلوس كتير جدا حققه له. دخلت اول واحده قالت له اي حد، قال لا اي حد. دخلت اول واحده قال لها نفسك في ايه؟ قالت له لا اللي نفسك فيه انا هعمله لك. قالت له انا عايزه انبوبه بوتاجاز. قال لها ليه؟ قالت له انا بقالي 10 سنين بحوش ثمن بوتاجاز جبته بعد 8 سنين تحويش، وبقالي سنتين مش عارفه اطبخ عليه عشان عايزه انبوبه بوتاجاز وما عنديش انبوبه بوتاجاز. جاب للجمعيه 20 بوتاجاز. دخلت اللي بعدها قال لها نفسك في اتمني. قالت له انا نفسي في ثلاجه. قال لها ليه؟ قالت له انا عندي 4 اولاد كلهم متخلفين عقليا، بحط لهم الاكل الفيران بتيجي تاكله بخاف على أولاد. انا عايزه ثلاجه احافظ فيها على اجل اولاد الاربعه اللي عندهم تخلف عقلي في هذا المرض. جاب للجمعيه 20 ثلاجه. دخلت الثالثه بيقول لها انت عايزه ايه؟ قالت له يعني لا انا عقلك اي امنيه انت تطلبيها. قالت له اي حاجه اطلبها. قال لها اي حاجه تطلبيها. قالت له انا عايزه فرخه. عايزه ايه؟ قالت له عايزه فرخه. فرخه؟ الراجل قعد انهار من البكاء. عايزه فرخه ازاي؟ قالت له انا امها تعبانه ومحتاجه ان هي تاكل تشرب شوربه وتاكل فرخ، ما لقتش معاها 8 فراخ، جابت لها عظم فرخه وعملت لها عليه شوربه، ونفسها انها تطبخ لامها فرخه في شويه شوربه عشان تشربه. تخيل سبحان الله العظيم. جاب للجمعيه يا اخوانا، انتوا مش متخيلين الفقر وصل لدرجه ايه؟ ده ناس من وسطنا، لو محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام وسطنا وشاف اغنياء بالمنظر اللي بقى عندنا وفقراء بالمنظر اللي بقى عندنا. الوقت المجتمع بتاعنا مجتمعين، ناس مش عارفه تجيب الفلوس ازاي وناس مش عارفه تصرف الفلوس ازاي، ناس مشكلتها ازاي تجيب الجنيه وناس مشكلتها تصرف في ايه الالوف المؤلفه. الفقراء دول في رقبه مين يا جماعه؟ في رقبه مين؟ احدى النساء القائمين على جمعيات خيريه لبست نقاب وقعدت وسط الستات تشوف الستات الفقراء دول هم بيوزعوا المعونات، بيضحكوا علينا، بياخدوا فلوس وبينصبوا علينا، الستات دول ايه؟ فسمعت حوار ما بين الستات وهم بيتكلموا مع بعض. واحده قالت لها انا ولادي مقطعيني. قالت لها ليه؟ قالت لها عايزين ياكلوا بطاطس محمره، هجيب لهم زيت منين؟ وهقلها لهم ازاي؟ اولادها نفسهم في بطاطس محمره مش عارفه اجيبها له. قالت لها اسكتي، انا بجيب زيت من الزيت المحروق ده اللي بتاع الطعميه اللي جنبنا بيبقى خلاص اتحرق بعد اليوم بتاع الطعميه، بجيب شويه زيت محروق احط نقطتين على الفول، احط نقطتين على المش احسن يحرق صدرهم من الحرقان بتاع المش. تخيلوا يا اخوانا ده حوار الفقراء مع بعض، مش عارفين يجيبوا بطاطس محمره، مشكله عندهم انهم يقلوا بطاطس لاولادهم، مشكله خطيره. يا امه محمد، امه محمد في خطر، أمة محمد في خطر لو ما انتبهناش. ودي مشكلة الدين، دي مشكلة في الدنيا لسه مشكلة الدين. الناس اللي مش عارفة حاجة عن دين ربنا، الناس اللي ما سمعتش دين، نص المجتمع الوقت اللي ما يعرفش حاجة عن الدين. الواحد بيمشي في الشوارع بيحس ان احنا بقينا مجتمعين يا جماعة، مجتمع بيتفرج على القنوات الدينية وبيحضر في الجمعية الشرعية ومساجد التوحيد في خطبة الجمعة، وهو ملتحي ومراته منقبة او هو ملتزم ومراته ملتزمة، محب للدين بيروح جمعيات خيرية، ونص تاني ما يعرفش حاجة نهائي عن الواقع ده، ما يعرفوش يعني مش عارفه ورفضه، هو مش عارف اصلا ان في واقع زي ده، ما يعرفش ان في قنوات دينيه اصلا. واحد يقول معقوله مين يا جماعه؟ بس احنا عايزين يقظه، عايزين ثوره ايمانيه، عايزين نجتهد في الدعوه على الناس في رمضان قدر الوسع، نوصل الدين للناس يا جماعه. ايه يعني يا اخي لو جبت 1000 جنيه من فلوسك وجبت بقى شرايط دينيه عن التوبه ووزعتها على الناس ولا على الميكروباصات ولا على العربيات السبعه راكب ولا على المواصلات، ايه يعني يا جماعه؟ هيحصل ايه لو انفقنا لديننا ولو انفقنا لفقراء امه محمد؟ رمضان على وجه السرعة، رمضان على وجه السرعة. أول فكرة في درس الليلة إن رمضان ده العناية المركزة اللي ما ينفعش تروح، 30 يوم عناية مركزة، هنخرج منها في إيه؟ تخيل معايا، تخيل لو أنت بتتفرج على برنامج فيه أحد القنوات ومهم جدا وأنت بتابعه بتركيز شديد، فجأة الإرسال اتقطع، وفجأة جيت نشرة أخبار، وفجأة جه مذيع الأخبار بيقول نبأ عاجل وهام، كل الناس اتشدت بتشوف ايه النبأ العاجل، قال فيه احتمال زلزال 10 ريختر يضرب أمريكا في خلال ساعات. امريكا تتضرب بزلزال 10 ريختر اعلى قوه لزلزال على وجه الارض، الناس كلها هتعمل ايه؟ هتفرح طبعا. انا جاي الليله عشان اقول لكم خبر اخطر من كده، جاي الليله عشان اقول لكم في خلال 24 ساعه زلزال 10 ريختر هيضرب جدار الغفله اللي حوالين قلبك، في خلال 24 ساعه زلزال 10 ريختر هيضرب الصله الضعيفه اللي بينك وبين كتاب الله والقران، في خلال 24 ساعه زلزال 10 ريختر هيضرب الامه كلها يفوقها من الغفله اللي هي فيها، هيضرب شياطين الانس والجن اللي مالين امه محمد دلوقتي، في خلال 24
24 ساعة. زلزال 10 ريختر هيضرب السيئات اللي مالية صحائفنا يدمرها وينسفها في خلال 24 ساعة. زلزال رمضان، رمضان 10 ريختر يا جماعة، عايزين رمضان السنة دي يبقى 10 ريختر، رمضان زلزال يزلزلنا. انا عايز رمضان ده تاخدي فيه السنة دي امتياز مع مرتبة الشرف، انا عايز رمضان السنة دي تخرج منه بقلب جديد، انا عايز رمضان زلزال يزلزل قلوبنا وحياتنا ويفوقنا. لما مصر اتضربت بزلزال 5 ريختر من كذا سنة الناس ما فاقتش وما اتغيرتش، الناس عايزة زلزال اقوى، زلزال رمضان اقوى من اي زلزال، هو اللي هيغيرنا وهيفوقنا، عايزين نفوق. انا بحس زي ما في الجيش كده اللواء يقول جنود انتباه يوم كله ينتبه، انا بحس ان رمضان كل سنة بيجي يقول أمة محمد انتباه يقوم كله ينتبه، كل يقوم كل يفوق. عايزين رمضان يزلزلنا، عايزين رمضان نبقى فيه زلازل من الطاعة ومن العبادة نخرج منه. اصل الزلزال بيقعد 5 ثواني وبعد كده بيجيب الخسائر بتاعته على الابلسة والشياطين والعصاة، انما زلزال رمضان يقعد 30 يوم، 30 يوم قلبك بيتزلزل لغاية ما يتطهر، 30 يوم صلتك بالله بتتداعب، 30 يوم شياطين الانس والجن بتتزلزل لغاية ما تموت، 30 يوم سيئاتك في الصحف بتتزلزل لغاية ما تتنسف وتزول. 30 يوم زلزال رمضان يا جماعة، زلزال رمضان مش بس عناية مركزة، رمضان زلزال زلزال. بيقولك ان بيل جيتس اغنى راجل في العالم، لو وقع منه ورقة $100 على الارض لو وطى يجيبها يخسر اكتر من $100. يا نهار ابيض، ليه؟ لانه في الثواني دي اصلا بيكسب اكتر من $100. يعني ايه؟ يعني الكفر عرفوا قيمة العمر، الكفار عرفوا قيمة الوقت، الكفار عرفوا قيمة كل لحظة في عمرهم، احنا ليه معرفناهاش؟ رمضان لو وقع منك شيك ب1,000,000 جنيه لو وطيت تجيبه هتخسر اكتر منه. رمضان لو وقع منك $1,000,000 ورق كده اهو، دولار $1,000,000 ورق كده اهو، لو وطيت تجيبهم هتخسر اكتر منهم. عايزين نعرف قيمة عمرنا بقى، قيمة اللحظات الحرجة في حياتنا، قيمة اللحظات الخطرة في حياتنا، قيمة رمضان، قيمة زلزال رمضان اللي جاي عشان يفوقنا. يا جماعة خالد عايزين رمضان 10 ريختر. خالد ان الوليد في غزوة مؤتة 9 سيوف في ايديه اتكسروا وهو واقف صامد لغاية ما المعركة انتهت. انا عايزك يتكسر في ايدك 9 سيوف في رمضان ده اهو، يتكسر في ايدك 9 سيوف وانت واقف صامد بتجاهد نفسك وما بتنسحبش ابدا. المرأة اللي عندها صرع اللي جت لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقول له يا رسول الله اني اسرع واتكشف، قال لها ان شئت دعوت الله لك فشفاكي وان شئت صبرت ولكن ايه؟ ولكن الجنة. تصبر قد ايه؟ تصبر عمرها كله. انا بقول لكم يا جماعة، بقول لكم كلام النبي عليه الصلاة والسلام، مش اصبر عمرك كله، اصبر شهر ولك الجنة، اصبر شهر ولك الجنة، شهر واحد نصبر على الطاعة ولينا الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. في غزوة تبوك الجيش خرج شهر جاعه وعطشه واتبهدله واستحملوا الرياح وسابوا الثمار ومشوا 1500 كيلو متر في الحر على رجليهم واتسموا في الاخر جيش الامراء. جيش الامراء بتاع رمضان هينطلق يا جماعة، 30 يوم زي غزوة تبوك، غزوة رمضان 30 يوم منطلقين الى الله. يا ترى هنعمل ايه؟ يا ترى هنبقى فعلا قتلت نفسنا في رمضان السنة دي؟ يا ترى هنجتهد؟ الرماح على جبل احد لما شافوا الدنيا وقالوا الغنيمة وطلع يجروا عليها ما خدوش الدنيا، ما خدوش حاجة. اوعي لو شفت الدنيا في رمضان تنزلي من على جبل رمضان، اوعي لو شفت الدنيا في رمضان تنزل من على جبل رمضان. رمضان سلسلة جبال، جبل الصيام، جبل القرآن، جبل الذكر، جبل صناعة المعروف، جبل الدعوة إلى الله، جبل التهجد. احنا قاعدين نكافح لغاية ما في الآخر نبقى نوصل للقمم دي كلها ونبقى من أهل القمة بعد رمضان. اوعى تنزل من على جبل رمضان، اوعى تنزلي من على جبل رمضان لو شفت أي دنيا عارضة ليكي، اوعى يا جماعة، اوعى يا إخوانا لأي دنيا. لو الوقت أنا رحت لواحد قلت له أنا معايا ليك عقد عمل، قال لي عقد عمل بره، قلت له آه، قال لي بكام؟ قلت له ب1,000,000 جنيه، 1,000,000 جنيه لمدة إيه؟ لمدة شهر. 1,000,000 جنيه مدة شهر؟ انا موافق. قال لا بس انت عندك امتحانات في الكلية بتاعتك. لا 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 هأجلها. قال لا طب وانت عندك شغل؟ لا هاخد اجازة. ليه؟ عقد ب1,000,000 جنيه. انا جاي لكم النهاردة مش عقد ب1,000,000 جنيه، انا جاي لكم النهاردة عقد بالجنة، عقد بالجنة. ربنا اشترى منك نفسك ومالك في رمضان يديك الجنة. موافق ولا لا؟ موافق انك تبيع نفسك ومالك لله في رمضان بالجنة ولا لا؟ بأبواب الجنة الثمانية ولا لا؟ موافقين ولا لا يا جماعة؟ موافقين على العقد الخطير ده ولا لا يا اخوانا؟ رمضان زلزال زلزال زلزال، بيزلزل الغفلة اللي في قلوبنا، الغفلة والكسل اللي في قلوبنا تجاه القرآن. زلزال. هو الرسول لما قال ان الآية
ان الآية خير من ناقة كوماء. يعني الآية بالمصطلح الحديث احسن من عربية مرسيدس. ليه؟ لان العربية مرسيدس هتوصلك في الدنيا، انما الآية هتوصلك لربنا سبحانه وتعالى. العربية المرسيدس هتنقلك نقلة درجة في الدنيا وسط اهل الدنيا، انما الآية هتنقلك درجة في الجنة. عايزين نفوق يا جماعة. ده انت لما بتقراه بتقراه بس قلبك بيتملى سكينة، والبيت بيتملى ملائكة، والصحيفة بتتملى حسنات. لو فهمته تبقى من اهل الله وخصته، لو حفظته تبقى من سكان الفردوس الاعلى. القران، القران يا جماعه، انا عايز القران في رمضان يبقى صاحبك، تصاحبيه ليل نهار، في المواصلات، في الكليه، في الشغل، في كل مكان، في البيت، في اي وقت. انا عايز القران في رمضان يبقى صديقك اللي هيصدق ليك في النصح. انا عايز رمضان عايز رمضان يبقى حبيبك. رمضان حبيبي، رمضان، انا عايز اكتبي كده ورقه، رمضان حبيبي، رمضان ده اللي هيقربني من حبيبي، رمضان ده اللي جايب لي الطاعات اللي انا بحبها، رمضان ده اللي هيملى قلبي حب لله. وخلي ربنا يحبني، رمضان حبيبي، رمضان حبيبك اللي انت هتأنسي بالطاعه فيه ليل نهار. انا عايز القران يبقى حبيبك اللي انت هتأنسي بالتلاوه فيه ليل نهار. انا عايز القران يبقى هدفك. لازم اوصل للقران في رمضان، لازم، لازم افهم القران في رمضان، لازم ابكي من القران في رمضان، لازم قلبي يتزلزل جدران الغفله اللي حواليه في علاقته بالقران في رمضان. انا عايز القران يا جماعه في رمضان يبقى هو حياتنا كلها، يبقى كل حاجه في حياتنا. ايه رايك يا اخوان؟ ايه رايك عبد الله بن حذافه السهمي لما قال لملك الروم، لما قال له تنصر واعطيك نصف ملكي، قال له والله لو اعطيتني ملكك وملك ابائك على ان اترك ديني طرفه عين ما تركته. انا عايزك تقول في رمضان، والله لو اعطيتني يا دنيا ملكك وملك ابائك على ان اترك القران طرفه عين ما تركته. يا اخوانا الالوف اللي بتدخل رمضان، التراويح في رمضان، اول رمضان ما كان بتشوفهاش، بتشوفهاش اللي يقعد يقرا القران طول النهار وبعد الفطار يفطر على سجاره، ولا ينزل خيمه رمضانيه، ولا يقعد يتفرج على فوازير رمضان ولا مسلسلات رمضان. ده لو كان ايه واحده دخلت في قلبه ما كانش عمل كده. ايه واحده. رمضان فرصه ان قلبك يتعرض عليه القران كله كذا مره. رمضان فرصه انك انت القران يرجعك لربنا، القران يشد قلبك لربنا، القران يغسل قلبك، القران قلبك هيتحط شهر في العنايه المركزه، يتطهر ويتغسل ويتنظف ويرجع لك قلب جديد تماما تماما يا جماعه. رمضان زلزال، زلزال لكسر الامه في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. بقى الممثلين نشطه للبطل اكثر من اهل الحق، بقى الفنانين والمغنيين بينشطوا للبطل اكثر من اهل الحق. معقول؟ معقول لغايه دلوقتي ما بكيتش ولا مره من احوال البنات وهما ماشيين في الشارع؟ معقول لغايه دلوقتي ما فيش ولا مره بكيت لما شفت الطعنات اللي بيطعن بها امه محمد صلى الله عليه وسلم وقاعدين مستنيين؟ يا ترى اوباما اللي هينجح في انتخابات امريكا ولا الراجل الثاني بتاع الجمهوريين ولا ينجح؟ يا ترى الديمقراطيين، يا ترى مين اللي هينجح؟ ده بيقول هنشيل القوات من العراق، وده بيقول هنحارب العراق ونزود القوات. ايه يا اخوانا؟ احنا مستنيين اوباما ولا زفت الطين ولا ينجح عشان امتنا تنتصر؟ احنا ننتصر بالكفار، احنا ننتصر بعقيدتنا، بديننا، بان احنا نقوم. رمضان نقله في حياه الامه، رمضان يقظه في حياه الامه. لازم نفوق يا جماعه، لازم نفوق، ما نقعدش نستنى الانتخابات الرئاسيه في امريكا ونقعد نتابع الافلام المسجله بتاعه دورات بكين بتاعه الاولمبياد. لا يا جماعه، عايزين نفوق بقى، رمضان لا لازم نفوق، نفوق. انا قلت لكم لو زلزال 10 ريختر ضرب امريكا، اهو رمضان اشد من امريكا على زلزال 10 ريختر. رمضان اشد على اليهود من رمضان زلزال 10 ريختر. رمضان لو مش انا صح، لو فوقنا فيه صح، اشد من 1000 زلزال يضربهم، لانه هيفوق الرجال، هيفوق الاسود مره ثانيه، هيرجع الامه مره ثانيه. رمضان زمان كان موسم طاعه بس، الوقت بقى موسم طاعه وموسم معصيه. الخيبه الرمضانيه الفلانيه الليله ب 500 جنيه يدخل يدمر حسناته كلها ويدفع كمان 500 جنيه و1000 جنيه. رمضان بقى موسم طاعه ومعصيه. عشان كده لا، زمان كنا بناخده عباده بس لانه موسم طاعه، الوقت بقى موسم طاعه ومعصيه. لازم نشتغل في الدعوه، لازم يا جماعه، لازم نجتهد في الدعوه ليل نهار. لازم ادارات المساجد في كل القرى وكل المدن تعمل تهجد غير التراويح، يعني هم يعملوا خيب رمضانيه للفجر واحنا ننام في بيوتنا. ونقول لازم نعمل للشباب بيئه بديله، لازم كل شاب يسلم نفسه لجمعيه خيريه بدون اختلاط بين الذكور والاناث، يسلم نفسه جماعه خير يشتغل معاه. لازم كل شاب يعمل مشروع لنشر الدين والشرايط والكتيبات في عيادات الاطباء وفي المحلات وفي المواصلات ولاصحابه. لازم يا جماعه، لازم نقوم، لازم نتحرك، لازم نشتغل، لازم نستفيد من زلزال رمضان يبقى زلزال يزلزل الامه كلها فعلا.
عايزين نستيقظ يا جماعه، نستيقظ. الوضع ده ما ينفعش. الوضع اللي الامه وصلت ليه هنتسال عليه قدام ربنا سبحانه وتعالى والله العظيم. هنتسال على المغني اللي بياخد 100,000 جنيه في الحفله، والمغنيه اللي بتاخد 60,000 دولار في الحفله. هنتسال على 40 مليار جنيه حجم تجاره المخدرات في بلدنا. الوقت في بلدنا 40 مليار جنيه مخدرات جاهزين للطلب في اي لحظه. هنتسال يا جماعه، هنتسال عن المليارات اللي بتنفق في فساتين السواريك كل سنه في استيرادها. هنتسال عن مليارات السجاير اللي بتتدخن في الخليج ومصر وبلاد المسلمين. هنتسال الكلام ده فلوسكم راحت فين؟ هنتسال يا جماعه. يعني ممكن انسان يعيش من غير كبد؟ مش ممكن. ما ينفعش الملتزم يعيش من غير دعوه ابدا. دي كبدك، هتموت لو سبت الدعوه، هتسقط من نظر الله لو سبت الدعوه. ربنا يقول لك يوم القيامه استنصرتك فلم تنصرني. انا يا رب، انا يا رب كنت انصرك ازاي؟ ما شفتوش يا جماعه الناس الوقت في الشوارع؟ الناس مش عايزه تسمع دين. لازم ننزل للناس ونوجه الناس. اوعى تفتكر انك ما تقدرش تعمل حاجه، وهم. اوعى تفتكر ان مالكيش دور في التغيير، وهم. كلنا لينا دور، كلنا نقدر نقلب الدنيا والله العظيم بالهدايه بالحكمه والموعظه الحسنه والرحمه والحلم والرأفة. ولكن نشتغل زي ما النبي عليه الصلاه والسلام اشتغل. اوعى حد يفتكر انه ما يقدرش يعمل. انت تقدر تعمل كتير بكلامك، ما بعرفش اتكلم، بتوزيعك ما بعرفش اوزع، بمالك، باي حاجه تقدر تعمل، بلغتك اللي معاك، بالكمبيوتر، موهبه الكمبيوتر اللي عندك، بموقع النت اللي ربنا مديهولك تقلب كل الكلام الفارغ اللي فيه وتعمله موقع اسلامي، بالمدرسه اللي ربنا مكن لك فيها، بالجامعه اللي انت استاذ فيها، بالطلبه اللي بيجوا ياخدوا عندك درس خصوصي يا مدرس. كلنا نقدر نعمل حاجات كتير قوي يا جماعه ربنا، نقدر والله العظيم. بس لو فوقنا يا جماعه ده لقمتين وبقين ميه سبناهم لربنا 12 ساعه ادانا باب في الجنه اسمه الريان. امال لو سبت عمرك ليه؟ امال لو سبت حياتك ليه؟ امال لو ضحينا بكل حاجه عشان ربنا سبحانه وتعالى؟ رمضان عنايه مركزه مطلوب على وجه السرعه للامه. رمضان زلزال مطلوب انه يزلزل شياطين الانس والجن اللي في الامه. زلزال يزلزل السيئات اللي في صحيفتك تتمحي وتتنسف. زلزال يزلزل الكسل اللي عندنا في قيام الليل، زي ابو مسلم الخولاني لما كان بيقول لرجليه قومي فوالله لا ازحفن بك زحفه، لو ما عدتش قادر اكملها انا هكملها زحف ربنا. قول لرجليك كده، قول لرجليك كده. يا جماعه ليه رمضان غير اي ليل؟ ليه رمضان بيتحدد فيه مستقبلك كله؟ لله في كل ليله عتقاء، عتقاء. يعني رمضان عارفين يا الدفع يا الحبس، يا العتق يا الحبس في جهنم، يا النجاه يا الحبس في جهنم. لازم ننتبه. لله في كل ليله عتقاء، عتقاء. يعني واحد رقبته اتسلسلت ومتسال جهنم، جه واحد فك الرقبه والسلسله ورماها وقال له انت على الجنه ما انتش على النار. يعني واحد كان رايح جهنم، يعني ناس اتكتب عليها النار بسبب ذنوبها وربنا عتقها. عايزين نفوق، عايزين نستيقظ. رمضان، رمضان امتحان، رمضان امتحان خطير جدا. رمضان ده اخطر امتحان في حياتنا كلها. انا عايز كل تشبيه قلته بعد الحلقه، اللي عايز يحمل الحلقه من على النت او يقعد يستفيد يسترجع الحلقه او يسمع الاعاده ويكتب الافكار اللي انا قلتها ويشوف الكلام ده هينفذ منه في رمضان ايه. العنايه المركزه هياخد ادويه قد ايه من الادويه الايمانيه والتعبديه في رمضان؟ الزلزال، يا ترى تخرجي من رمضان كام رختر؟ يا ترى تخرج من رمضان مسلم كام رختر؟ ايوه احنا عايزين مسلم زلزال، عايزين مسلم يكسر الدنيا. خالد بن الوليد راح زلزل المرتدين في اليمامه، بعد كده طلع على الفرس زلزلهم وكسرهم، بعد كده طلع على الروم زلزلهم في القادسيه، ما كانش بيبطل. مصعب بن عمير زلزال، زلزال 10 رختر. الرسول بعته المدينه المنوره عليه الصلاه والسلام زلزال 10 رختر ضرب الشرك في قلوب اهل المدينه، ما نامش غير واهل المدينه على الاسلام. عمر بن الخطاب يوم ما اسلم زلزال 10 رختر ضرب مكه، ازاي؟ زلزال بعد ما كان كل صحابي خايف انه يكح جنب الكعبه. خد الصحابه في اثر في كلامه بعض المقال، خد الصحابه وخرجوا صفين وهتفوا بعقيده الاسلام في الكعبه. زلزال 10 رختر ضرب الكعبه، ضرب مكه، محدش يقدر يكلمه. جعفر بن ابي طالب لما هاجر للحبشه وعمرو بن العاص راح قال للنجاشي رجعهم لنا، اتكلم 10 دقايق زلزال 10 رختر ضرب قلب النجاشي، اسلم لما سمع كلام جعفر. الرسول خرج ب 80 صحابي من مكه للمدينه مهاجرين، 80 زلزال زلزلوا العالم كله وزلزلوا عروش العالم كلها. عايزينك تبقي زلزال، عايزك تبقى زلزال. عايزين يا جماعه اهل الباطن لما يسمعوا عننا يترعبوا، ليه؟ زلازل هتزلزلوا. عايزين لما تيجي تكلم الناس عن ربنا زلزال يزلزل قلوبهم من الخشوع. عايزين يا جماعه لما تيجي تسمع القران زلزال يزلزل قلبك من شده التاثر بالقران. عايزين نبقى مسلمين 10 رختر زي الصحابه، زي الجيل الاولاني اللي زلزل الدنيا كلها.
وزلزلوا ها الجبال وقعت وما وقعوش ليه؟ ثابتين الزلازل ما تأثرش فيهم، هم اللي زلازل، هم اللي راحوا زلزلوا قروش الأرض كلها. عايزين نفوق، رمضان ده موسم الشحن، رمضان ده أخطر موسم في حياتنا، موسم الشحن كله. إزاي؟ المحمول أنا بحطه في الشحن بالليل، لو اتشحن نص نص هيصفر من الظهر من العصر، إنما لو اتشحن شحنة حلوة يقعد له كذا يوم. أو كذلك رمضان، رمضان شحنة السنة كلها، لو اتشحنت صح في رمضان، في ناس يا جماعة قلبها بيصفر في شوال، وفي ناس قلبها بيصفر في نص السنة، وناس لغاية شعبان اللي بعد رمضان ولسه الثمان شرط بتوع الشحن كاملين، وناس بتدخل رمضان اللي بعده بشحنة رمضان اللي قبله. ليه؟ اتشحن شحنه صح. اوعى قلبك يفصل منك وسط السنه لانك ما اتشحنتش في رمضان صح. خدي بالك، رمضان شحنه السنه كلها، اوعى تضيعيه. رمضان شهر يا جماعه، شهر هيتغير، شهر ممكن عدد السيئات كله يرجع الزيرو تاني، يرجع الصفر. ليه؟ ترجعي كيوم ولدك امك. رمضان يا ترى بعد رمضان هنخرج بايه؟ يا ترى في رمضان هنخرج بايه؟ يا ترى في رمضان، رمضان فرصه ان احنا ناخد قرار، قرار حقيقي. ليه؟ طول السنه شغل وزحمه وتعليم، مفيش فرصه. رمضان اعتكاف 10 ايام، خلوه في المسجد، تراويح، تهجد، صيام، قران. فرصه ان احنا ناخد القرار بقى ونفصل لديننا، ولان لو ما خدناهوش في رمضان مش هنعرف ناخده، لو ما فصلناش لديننا مش هنعرف ناخد القرار بعد كده. رمضان امتحان. يعني امتحان؟ يعني امتحان يعني الامتحان يا جماعه اي امتحان الانسان بيدخله. ركزوا معايا يا شباب، ركزوا معايا يا كل امه محمد، ركزوا معايا الوقت في الكلام اللي انا بقوله ده. انا والله العظيم، انا والله ما قصدي اشد، والله ما قصدي ازعق، والله ما قصدي اتكلم بسرعه، والله يا جماعه رمضان طوفان مشاعر. الواحد يعمل ايه؟ الواحد بيقرا القران بيحس ان هو بيتزلزل من جواه، الواحد بيسمع كلام النبي بيحس يا رب يا رب ما تحرمنيش من النور ده بعد ما وريتهولي، ما تحرمنيش يا رب من النور ده بعد ما عرفتني طريقه. الواحد بيحس ان اللي بيتربى في مدرسه القران والسنه ده ما بيعرفش يسكت، ما بيعرفش يهدى، ما بيعرفش يتكلم حتى ما يقدرش من كتر المشاعر اللي بيزرعها في قلبك القرآن والسنة. آه يا أمة محمد لو نتربى بعد رمضان النقلة بتاعتنا اللي هنتنقلها إن شاء الله. طلب العلم يا شباب، طلب العلم. امتحان يعني إيه؟ امتحان، الامتحان ده الواحد بيدخل عشان يقبل أو يرفض، عشان يتعرف هو ينفع ولا ما ينفعش. في رمضان هيتعرف انت تنفع ولا ما تنفعيش. الامتحان في لحظه الورقه بتتسحب، في بعد 30 يوم الورقه تتسحب، خدي بالك لازم بسرعه تجاوبي. في الامتحان بيبقى الوقت اللي بيتاخد على قد الاجابه، ما ينفعش انك تضيعي وقت على قد الاجابات اللي مطلوبه في الامتحان. يا جماعه الامتحان عايز تركيز، ما ينفعش تشتت نفسك في رمضان بين الدين والدنيا، ما ينفعش. زي الصح، زي احد السلف اللي سمع سيدنا ابو ايوب الانصاري وهو بيقول ان ابواب الجنه تحت ظلال السيوف، فقال له أنت سمعته من رسول الله؟ قال نعم. كسر غمد سيفه. ليه؟ كسر الجراب اللي السيف بيتحط فيه، مش راجع. خلاص انا مركز، انا مركز في طريق، زي اللي رمى التمرات قبل غزوه بدر، انا مركز خلاص، انا مش هركز غير في حاجه واحده. الامتحان ده ما ينفعش انك انت تشتت نفسك. الطالب لو خرج بعد الامتحان بثانيه واحده وبص في الورقه لقى سؤال ما عرفوش، خلاص راح عليه. يبقى الامتحان ده لازم هو فرصتك الوحيده انك تجاوب فيه صح. الامتحان ده يا جماعه الطالب في الثانويه العامه نص درجه بتفرق في كليته، وممكن بعد كده في جوازه، وممكن بعد كده في شغله. الامتحان ده ممكن الدرجه تفرق في درجتك في الجنه، في درجه قلبك، في درجه اتصال قلبك بالله، في مقامك عند الله. امتحان خطير. الامتحان ده اسئله، سؤال الصيام التراويح هتعملي في ايه، سؤال التهجد هتعمل في ايه، سؤال الصيام، سؤال الصدقه، سؤال الدعوه، كلها اسئله. ما ينفعش نجاوب سؤال ونسيب سؤال، ما ينفعش. عشان نجيب تقدير لازم نجاوب الاسئله كلها. الامتحان ده نتيجته يا اما ربح البيع ابا يحيى، مبروك مبروك، الف الف مبروك، يا اما رغم انف امرئ ادرك رمضان ولم يغفر له. الوقت عدى يا جماعه، الوقت عدى الى حد ما، يعني احنا لسنا مثلا حوالي 10 دقائق في وقت البرنامج، فاحنا عايزين ننتقل بقى للكلام المهم، عايزين ننتقل للكلام الخطير الوقت يا جماعه، عايزين ننتقل للكلام العملي. صم صيام مودع، خلاص اعتبر ده اخر شهر في حياتك، اعتبر ده خلاص ساعات وهتدخل اوضه العمليات، اخطر عمليه في قلبك هتتعمل. عايزين ننتبه يا جماعه، عايزين ننتبه ان ال 30 يوم دول هيتوقف عليهم مصيرك وحياتك كلها. عايزين ناخد بالنا ان رمضان ده امتحان، هنخرج منه بشهاده شكلها ايه؟ كل ساعه في رمضان تروح خساره فادحه لا يعوضها شيء. ليه يا شباب؟ ليه ربنا قال شهر رمضان الذي انزل فيه القران؟ اشمعنى رمضان اللي ربنا نزل فيه القران؟ لان القران ده المهمه، ده الرساله. فربنا جعل البدايه في رمضان، بدايه الامه في رمضان، بدايه تغييرك في رمضان، بدايه تغييرنا كلها هي رمضان. رمضان البدايه الحقيقيه للتغيير والانطلاق لله. طب ليه رمضان ربنا خلى رمضان صيام؟ عشان البدايه تبقى بدايه قويه، كلها ترفع عن الشهوات وتفرغ لدين الله سبحانه وتعالى.
وبعد آية الصيام في سورة البقرة ربنا يقول وإذا سألك عبادي عني بدأ المسلمين ترتفع إيمانياتهم في معرفة الله ويسألوا عنه فإني قريب. أكتر حاجة تقربك من ربنا هي رمضان. أجيب دعوة الداعي أكتر حاجة هتخليك مقبول عند الله هي رمضان. عايزين ننتبه يا أخوانا لخطورة الوضع اللي احنا فيه الوقت رمضان عشان نفوز فيه. مطلوب ايه؟ مطلوب خمس حاجات. ايه هما؟ اول حاجة قبل الخمس حاجات لازم كل يوم يبقى ما فيش حاجة اسمها الشهر 30 يوم قطعية، لا، كل يوم في حد ذاته خطر، وانت في السحور تجدد العزم على العبادة القوية جدا في اليوم اللي بعده. لازم يا جماعة ندخل بقوة، ما ينفعش نقع في النص، ما ينفعش، هتبقى مصيبة، هنبقى خسرنا كل حاجة. لازم ننتبه يا جماعة إلى إن اليوم هنقسمه أوراد. إحنا دلوقتي هنقول خريطة للشغل في رمضان، هنقول برنامج عمل لرمضان، هنقول خطة رمضان، هنقول روشتة العناية المركزة اللي هتتصرف لك لازم تاخديها بكل دقة وكل انضباط في رمضان. إحنا دلوقتي هنتكلم عن شهر في غاية الخطورة يا جماعة، يبقى لازم تركزوا معايا. لازم تستعد صح، ده رقم واحد. استعد صح إزاي؟ إنك تدخل ناقل على التالت، ما تدخلش على الأول ولا التاني. إنك تدخلي على نضيف، البسي نقاب النهاردة. إيه طب على نضيف، رب لحيتك النهاردة. أنت بتقول كلام غريب، لا ما بقولش غريب، أنا بقول لك ادخل على نضيف واسمع كلامتي، صدقني والله العظيم، ادخل على نضيف. ولازم تستقبله صح، استقبال الحبيب للحبيب. يعني ايه؟ يعني اضرب ضربة البداية. ايه ضربة البداية؟ ادخل بكل قوة. بكرة المغرب احتمال يبقى اول رمضان او بعده المغرب، تبدأ بكل قوة عشان قوة الانطلاق تخليك تنطلق ان شاء الله طول الطريق. وبعد كده تخطط صح، الخطة اللي هنحطها دي تحطها بين عينيك عشان يبقى كل دقيقة لها برنامجها. بعد كده تجاهد صح، انك لو جيت تفطر جاهد ان الخطة تتنفذ، مفيش حاجة اسمها انك تقع بإذن الله. بعد كده تعرف ان كل حاجة من فوق مش بمجهودك. ايه الخطة بتاعتنا؟ ايه هي روشتة العناية المركزة اللي هتصرف لينا يا جماعة؟ نبدأ من صلاة ايه؟ نبدأ من صلاة الظهر. صلاة الظهر اول حاجة نبدأها بصلاة الظهر. مثلا طبعا احنا نقول لهم ظروف خاصة، بعد كده نبدأ ان شاء الله نبدأ من صلاة الظهر. اول حاجة اول ما تسمع الأذان تلبي. يعني ايه تكبيرة الإحرام؟ لا تكبيرة الأذان. أنا مش عايز أقول تكبيرة الإحرام دلوقتي، أنا عايز أقول تكبيرة الأذان. أول ما الأذان يقول الله أكبر كل حاجة تنتهي. ليه؟ لو ما كبرناش ربنا في رمضان هنكبره إمتى؟ خمس دقايق يا رب وأجي لك؟ انسوا المعاملة دي مع ربنا. لا، أول ما يتأذن يقول الله أكبر نلحق الأذان والوضوء تجديد الوضوء والسنة والصف الأول وتكبيرة الإحرام. يبقى تكبيرة الأذان دي أول حاجة. بعد كده هنصلي. طب من الظهر للعصر نعمل إيه؟ هنبدأ بفقرة مفتوحة. الظهر للعصر ده هنفي يعني طول اليوم، اليوم هو القرآن والصلاة، إنما من الظهر للعصر دي الفقرة المفتوحة بتاعتنا. هنعمل إيه؟ صلاة رحم؟ اتصل برحمك. زيارات إخوة وأصدقاء، جميل. صنائع المعروف، ابدأ اشتغل بقى. عندنا مجموعات، يعني الواحد بيشوف مجموعات شباب بيجمعوا بعضهم ويجيبوا عيش ويجيبوا سندوتشات ويجيبوا جبن ويجيبوا لحوم ويقعدوا يعملوا سندوتشات ويقوموا طالعين على الطرق السريعة موزعين على المواقف، بيروحوا بيتهم بعد ربع ساعة من الفطار، بس فطروا كم واحد. عايزين بقى نشتغل كده رجالة بقى، عايزين الشباب يلموا نفسهم بقى ويبدأوا يشتغلوا. الشباب الكبار والكبار، لا ليه، كل واحد عايز يدخل الجنة يشتغل، والأطفال كل واحد عايز يدخل الجنة يشتغل. ده الفقرة المفتوحة من الظهر للعصر، فقرة الدعوة، الشغل في الدعوة يا جماعة. اللي عايز يشتغل في الدعوة لازم كل واحد يوزع في رمضان ده على الأقل 100 شريط، والله العظيم يا جماعة قليل. ولو معاك مال ربنا هيسألك. وكتيبات، كتيبات دكتور محمد العريفي، روح اشتريها من مكتبات إسلامية وحطها في عيادات الأطباء. إيه المانع؟ حاجة في قمة الروعة والجمال. شرايط التوبة اللي أثرت فيك أو فيك، روح هاتها وزعها على الناس وعلى المواصلات. لازم يا جماعة مشاريع الدعوة إلى الله والنزول للدعوة ودعوة أصحابك والتربيط مع أصحابك عشان التراويح والتهجد، ولو عامل عزومة في الفطار بقى ساعة الفطار. يبقى إذن دي فترة المفتوحة اللي احنا نشتغل فيها بإذن الله سبحانه وتعالى بانفتاحين. خلاص يا جماعة، خلاص يا رجالة، دي أول حاجة. بعد كده صلاة العصر، تكبيرة الإيه؟ الإحرام؟ لا، تكبيرة الأذان، تكبيرة الأذان. طب من العصر للمغرب هنعمل إيه؟ هنعمل أخطر ورد في اليوم كله. إيه هو؟ التحضير للتراويح. الجزء اللي هيتقري في التراويح بالليل نحضله من الوقت، نحضله ازاي؟ بدل ما تنام سرحان، حرام حرام كل شهر 3 ساعات 30 يوم نقف رجلنا ورمى واحنا مش فاكرين مش فاهمين حاجه. لا، نحضر الجزء، نقراه او نسمع تفسيره او نقرا تفسيره او نقراه بخشوع شديد، وهتدعي لي والله العظيم لما تقف في صلاه التراويح تلاقي كل حاجه متغيره في قلبك. طيب، وقبل الفطار الدعاء، اتصلوا على رقم 222 الرقم الخيري. ايه الرقم الخيري ده؟ واحد صاحبنا قالها لواحد، فقعد يتصل 222 محدش بيرد عليا. قال له يا ابني ركعتين الساعه 2 بدمعتين لربنا سبحانه وتعالى. الدعاء في المسجد،
اوعى يبقى بره المسجد. الفطار نعمل فيه ايه؟ كل يوم افطر مع والدتك، افطر مع رحمك، افطر مع قرايبك، افطر مع اخوانك، اعزم على الفطار، اعزم جيرانك على الفطار النهارده ورحمك بكره واصحابك بعده وقرايبك بعده. يا جماعه لازم الفطار ده يبقى ورد عباده رهيب رهيب. لازم نفطر الناس كلها، نورط نفسنا في تفطير الناس بقى. طيب وبعد كده ها من المغرب للعشاء ننزل جري على المسجد عشان الجزء يتقري تاني باذن الله سبحانه وتعالى، عشان نقرا الجزء المره الثانيه باذن الله سبحانه وتعالى. خلاص يبقى كده قرينا الجزء مرتين. نقف في التراويح، ابشر بقى بخير التراويح مرت عليك منذ ولادك امك. خلاص صلينا التراويح، بعد التراويح هنعمل ايه؟ لا كلام ولا سلام، نروح بيوتنا. لو في مشوار دعوي سريع ولا اي حاجه وخلاص نروح بيوتنا عشان ناكل وننام، نصحى للتهجد. التهجد التراويح عملنا فيها ختمه على مدى الشهر، ختمه سماع. ختمه سماع ليه؟ لان احنا لما نسمع القران طول الشهر كاننا ختمناه بره، بس ختمه سماع. طيب التهجد لازم نتعود على التهجد الفردي بقى، قيام الليل الفردي لازم. وادارات المساجد اعملوا تهجد، انقذوا الشباب اعملوا لهم بيئه. ايه المشكله ما تجيب مقرئ ولا اتنين مقرئ متبرعين ولا باجر يا سيدي، ونعمل بيها للشباب بدل الخياب الرمضانيه والسهر قدام التلفزيونات. يبقى هنعمل التهجد وتقومي في بيتك التهجد على قد ما تقدري. طيب جميل. بعد كده السحور، بعد كده صلاه الفجر، جلسه الضحى اخطر ساعه في اليوم، الساعه اللي لو بداتها صح اليوم كله صح، البدايه بتاعت القاطره بتاعت اليوم كله. يبقى اذا جلسه الضحى شباب 30 حجه، 30 عمره، 30 غزوه، مجاهد عابد حج معتمر، قطعت الدنيا كلها عباد وجهاد. يبقى الساعه دي خطيره، يبقى ساعه جلسه الضحى دي جديه. ما يقعدش بقى الناس في المسجد ده يكلم ده وده، لا، وشك للمصحف باصص للقبله، ساعه في قمه الجديه، وتقوم بعدها تصلي اربع ركعات لله، ربنا يكفيك طول اليوم كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مروه رب العزه في الحديث القدسي: عبدي لا تعجز ان تصلي لي اربع ركعات اول النهار، اكفيك اخره رزق وكل حاجه. طيب من الضحى للظهر يا سيدي نام، روح شغلك. ما ننساش ننوه على ان في رمضان المشغولين، انا بروح شغلي خلاص، عندك من العصر للضحى، وانت عندك بقى من ايه من الضحى للعصر، اعمل اللي انت عايزه وروح شغلك ونام. رمضان الستات، انا عندي ثلاث عيال لسه اطفال، اعمل ايه يا ستي؟ اذا كنت مش هتقدر تصلي التراويح تحت، عندك الف عباده تعملها، ما تضيعيش رمضان. رمضان المعتمرين، انا رايح عمره، اعمل ايه من اللي انت بتقوله؟ كل اللي قلناه، بس تزود عليه الطواف حوالين الكعبه بعد كل صلاه. انت رايح تطوف وتدعي، اوعى تنسى العباده الخطيره دي. طيب رمضان المحترفين، اللي عايز يبقى داعيه بكره الصبح طول النهار، كل وظيفتك انك تقرا في تفسير الجزء بتاع النهارده، وبالليل من اول المغرب لغايه الفجر كل وظيفتك انك تقوم به الليل وتتهجد بيه وتسمعه في التراويح وتقراه بين المغرب والعشاء مره ثانيه، بحيث انك هتخرج في الاخر وجبه قرانيه خطيره. خلاص يا رجاله، يعني انا يعني حاولت ان انا الم على قد ما اقدر. يعني في جمعيات خيريه تبع مشروع شنطه رمضان، عايز بسرعه باذن الله سبحانه وتعالى ان انا انبهكم عليها في خلال دقيقه باذن الله. كل واحد يطلع محموله بسرعه. زي ما قلت لكم يا شباب، الناس اللي مش لاقيه زيت تقلي لاولادها بطاطس محمره. الناس المستشفى الجذام، واحده راحت تزورهم بكوا بالدموع، قالوا لها اول مره مسلم يدخل يزورنا، ما بيزورناش غير التانيين اللي رايحين عشان يخرجوهم من بينهم. اول مره مسلم يجرؤ انه يدخل وما يخافش من العدوى مننا، اول مره. عايزين يا جماعه يبقى عندنا جهد في صناعه المعروف، عايزين ننقذ الفقراء، الناس اللي بتنتحر بسبب الفقر في رقبه مين. انا عايزكم تاخدوا ارقام، انا قلت المره اللي فاتت جمعيتين هكررهم تاني، منهم جمعيه ربنا يبارك فيهم بيقولوا ان بفضل الله لغايه دلوقتي خلصوا 6000 شنطه من شهر رمضان، ولسه 4000 شنطه. انا عايز رجال الاعمال، اصحاب المصانع اللي عندهم سمنه وزيت وسكر وحاجات كميات، يا جماعه انا عايز اخوانا التجار الجمله، التجار كلهم لازم يشاركوا. اللي معاها ذهب يا ستي، ده انت غوشه في ايدك تاكل 50 اسره طول رمضان، يبقى في ميزانك عند ربنا 50 رمضان. فوق يا جماعه، انتبهوا يا جماعه قبل ما السفينه اللي احنا فيها ده تغرق، قبل ما نقابل ربنا سبحانه وتعالى مش هنستحمل عتاب الملك على الاغنياء انهم يتخلوا عن الفقراء. الجمعيه الاولانيه جمعيه منابر النور، اللي هو بفضل الله لغايه دلوقتي خلصوا 6000 شنطه رمضان ولسه 4000 شنطه ان شاء الله، ولهم انشطه خطيره جدا في كل المجالات. ربنا يبارك في الحاجه منى، نمرتها 010. اكتبي يلا معايا بسرعه، اكتب معايا، احنا مش هنزهق من صراع المعروف، دي مش حلقه وخلصت. 010 60 88 0 40 010 60 88 0 40 دي جمعيه منابر النور. الجمعيه الثانيه جمعيه اتباع الصادقين الاوائل، ربنا يبارك في الحاجه هدى يا رب، اتباع الصادقين الاوائل، ودي مختصه بالمرضى وعلاج المرضى والشلل والبتر والجلطات، ربنا يعافينا يا رب. 016
55 270 74 0 16 دول مجاهدين لازم نسندهم يا جماعة مجاهدين للإغاثة الاجتماعية 0 16 55 270 74 دي جمعية أتباع الصادقين الأوائل الجمعية الثالثة جمعية العدل والإحسان برضو أعلننا عنها المرة اللي فاتت ولا زلنا عايزين تبرعات رهيبة عايزين معونات رهيبة عشان شهر رمضان والتبرعات العينية ممكن أهم كمان من التبرعات المادية 0 10 جمعية العدل والإحسان دي رقمها مميز جدا 0 10 رقم مميز جدا لجمعية مميزة جدا مش بنعلن هنا عن حالة بالما 0 10 6 5 8 4 0 10 6 5 8 4 رمضان سعيد يا رجاله ان شاء الله باذن الله نلتقي مع بعض كل يوم ان شاء الله بعد الفطار باذن الله بعد الفطار بربع ساعه ان شاء الله تفطروا عليا يعني ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى ويعني يعني على فين يا شباب وعلى فين يا امه محمد كلها يعني بنكلم شباب دبي وشباب البحرين وشباب قطر والدوحه والرياض والمغرب العربي والعجمي ومارينا شباب الجامعه الالمانيه بنات الجامعه الامريكيه في ابو ظبي وفي القاهره بنات الجامعه الالمانيه والكنديه احنا بنكلم امه محمد كلها شباب امه محمد كلهم حمله انقاذ رهيبه لازم كلكم تبقوا فريق لانقاذ شباب امه محمد وانقاذ الجيل بتاع امه محمد اللي طالع ده معانا ان شاء الله اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم اعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم استعملنا فيه في طاعتك ليلا ونهارا اللهم استعملنا فيه في عبادتك في كل لحظه من اعمارنا فيه يا رب اجعلنا من الفائزين في ليله القدر فيه يا رب اجعله فتحا على قلوبنا وفتحا على أمة حبيبك ونصرا لأمة حبيبك في الأرض اجعله فتحا في الدعوة إليك وهداية الأمة يا رب أنزل فيه الهدى على قلوب الشباب والأمهات والرجال والنساء والأطفال يا رب أنقذ وأغث أمة محمد يا رب أغث أمة محمد فيه يا رب انجد أمة محمد فيه يا رب اللهم إنا نتوسل إليك أن تجعله فتحا اللهم إن أهل الباطل يغلقون الأبواب فافتحها يا رب اللهم إنك أنت الفتاح وبيدك القلوب فافتح مغاليق القلوب وافتح لهذه الأمة أعظم الفتح وأعظم النصر في رمضان يا رب يا رب واستعملنا فيه ولا تستبدلنا يا رب يا رب برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خير.